انا غنهضر مع كل برج هضرينا كل هدرينا برج غنهضر معاه ونقول ليه علاش علاش الحب ديالك او شريكه حياتك او لامي ديالك كتمشي وتخليك علاش 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 كيمشيو ديك كيس كي كلوش اون توا شنو شنو كيتخرق فيك من اللم شنو اللي عندك كاين شي ترجمه ديال كلوش تقرقب لا قرقب على وزن قرقبه ماشي تقرقب على وزن الناس لا ماشي انا المخدرات نو سي تو اكزاكتومون يعني هلكا دونك يلا الحمل الحمل اسكي باري ما كتخليهاش ليبر كتخليش لا بيرسون ليبر خبارك يقدر يكون الحمل بوسيسيف يعني لا لا ما عندها حتى علاقه مع لا بوسيسيفيتي الواحد ما يقدرش يكون ليبغ يعني انه ما يقدرش يدير بحال مثلا كنشوف انا شي بنيتات او شي عيالات اللي امبوسيبل تخرج مثلا غير تمشي تضرب دوره ولا شي حاجه الا ما عيطاتش في التليفون مي سي با بوسيبل غادي غير تضربي دوره غادي غير تسخري غادي غير تمشي تجيبي شي حاجه تقضي شي خاصك الو واش انا الوالده صيفطاتني لهاد البلاصه واش نمشي وي راه صيفطاتني عند خالتي نجيب لا ما تمشيش عند خالتك كاينين كاينين لا ما تمشيش يا ودي راهي خالتي غادا عند لا 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 ما هو على حسب المود ديالو شنو قال لي راسو او العكس بيان سور دونك هذا البيلي والعكس صحيح طورو طورو بسم الله الرحمن الرحيم علاش ما كديرش فيها الثقه سؤال وجيه هذا علاش ما كديرش فيها الثقه انا نقول لك واحد القضيه طورو الا قستي ليه هاد الجهه ديال الثقه هادي ما كديك بديتي كتلعبي فيها لا نشرح لك اي واحد فينا ملي كيدخل علاقه مع شخص اخر ولا ماشي ديك اللعبه كتيستيه مي كيبان لك بيان سور كيبان لك كتعبر كاين كيفاش باين واش عنده ما يخبي ما عنده ما يخبي ماشي منين كنبداو في داك اللعب ديال كنبدا كندغدغ ليك المشاعر زعما راني مخبيه شي حاجه اولا ما بغيتش نوريك شي حاجه ولا هنا كتبدا انت يا شك ديال كيبدا يتطور ومع اننا تطور دونك لا ملي كيطلع لك بنادم فراد انا في هذه القاعده هذه ملي كيبدا بنادم كيتلاعب بالمشاعر بحال ماكم ما كنحملهاش سورتو بلا كونفيونس سورتو بالثقه تيست لا ما تلعبش ليا انا حدك شوف تقيسي الثقه ديالي فيك هذاك الكلمه هادشي علاش داوي مشيتي من لا ما كنلعب ما كنلعبش في هادشي دايو خاص الابراج كاملين ياخذوا يعني مثال من عندك شوف الثقه مهمه جدا هي والاحترام هاد الجوج هادو الا ما كاينينش ما تهضرش معايا لا في حب لا في احزان تفضل كمل اسمح لينا خويا الطوس جيمو جيمو كيقول لك هادي صعيبه شويه خفت نقولها مالو انه كتعجبو شخص اخر كداك الشخص اللي هو معاه اوفيسيال يعني بحال ما قدرش ينسى شي حد شنو عايش في الماضي زعما قدر او عايش في او باغي يعيش في شي حاجه في مستقبلا اللي ما كرهاش تولي هي الحاضر ديالو اما الحاضر اللي عنده ما فهمتهم لك بثلاثه دابا راه هذا الشيء بغيت نقول لكم دونك جيمو انا بالنسبه لي زعما بالنسبه لي جيمو سيرو صارحوا الشخص اللي معاه ما يمكنش تبقى مع شي حد اللي ماشي متاكد تكون معاه وما كاينش سنتيمون غير حيت بار بيتي ولا حيت بقى فيك لي ليون اي الى تضروا ولو غير بان جيست صغير انا نفسر لك هذه القضيه لا لي ديتاي عند لي ليون مهمين لواحد الدرجه ما كاينش تخيل وكيشوفوا كاع لي ديتاي سي دي زوبسيرفاتور كيشوفوا كاع لي ديتاي مثلا مشيتي جبتي مثلا جالسين مثلا غنتعشاو مثلا مثلا مشيتي جبتي مثلا كاس الماء وجلستي علاش جبتي هذا الكاس الماء غير لك بوحدك وكتكبر في راسهم دونك اما مخاسم معايا اما عنده شي حاجه ما باغيش يقولها ليا او كتبدا مشكاكه ولا كتبداو ديروا مشكاكه تقريبا انا مشكاكه تقريبا ولكن علاش حيت لي ليون زعلهم لي اشاك فوا يجيو يعطيوهم د لاطونسيون يجيو يعطيوهم جوج كلمات ثلاثه بحال هكا اللي غادي يخليهم في لاسيونس ديالهم لي فيرج ما كيكفيكمش الشخص اللي هو معاكم ما كيكفيهمش شنو الشخص اللي هو معاهم وشنو يعني المواصفات اللي فيه هو ظريف وعز عليهم ولكن خاصهم شي حاجه اللي ديما خاصهم ديما خاصهم شي حاجه هما ديما ناقصاهم شي حاجه ديما عندهم باغي لنا شي حاجه ديما املي الفراغ لي فيرج عندهم متطلبات كل مره الا كان زوين خاص يكون طويل الا كان طويل خاص يكون هكا ولا كان صحيح خاص يكون رقيق وغاده بحال هكا دائما ولكن كاين شي حاجه صرخت العذراء الله يعفو عليك البالانس عندكم راه غادي يمشي ويخليكم الا استعملتوه
إلا استعملت البالانس. البالانس ما كيتستعملش. يجب عدم استعمال البالانس. المرجو ما تستعملوش غير المصلحة ديالكم. اكزاكتوم. ما تبغيش. طو شوفوا فيه وصاب. لو سكوربيون غيمشي يخليكم. إلا خنتيه. ما كيهضرش على خيانة. تصور معايا تصور معايا سكوربيون داك الحيوان بالفورما ديالو غادي كاين محيح سكوربيون في الابراج بحقيقه سكوربيون كاين لا لا ما سي با مينيون سكو ما نقدرش نمشي معاك في هاد ليماج هادي يكعلب غير يكعز الحيوان ساجيتير دوين على قبيله ساجيتير اللي هو جالو بزاف هذاك صافي عيقتي ساجيتير بهذيك لا جالوزي ديالك وكتبغيك وكيبغيك وقلبوا عليه صافي خليوها ترونكيل ولا خليوه ترونكيل صافي وما حتى حاجه ما كت حتى حاجه ما كتخليهم هانين دائما دار شي حاجه فين مشى ديال العالم ديما عنده دوك الصوره الكحله على داك الشخص انه مع شي حد واه وهادشي بيان سور سورمون على ليكسبيريونس لي دوزو لي كونسير لا لي كابريكورن لي كابريكورن مازال لي كونسير لي كونسير انا جايين وي لي كونسير لي كونسير ما كت ما كت ما كت ما كتخويوش على قلبكم على الشخص اللي نتوما معاهم يعني عندكم اسرار اللي هو فاش كتكون مع شي حد راه كتعاود ليه كلشي هما عندهم لي جاردان سيكري ديالهم عندهم بزاف عندهم حديقه الاسرار عنده بزاف ديال الاسرار كاين اللي عنده بارك تبارك الله فاش كتكون مع شي حد راه كيقولوا غير ان بيتي جاردان سيكري كاين شي وحدين دايرين بارك طوبوغون ديالو لكن نتايا فاش كتكون مع شي حد والارنبات داكشي كيجريو نتا فاش كتكون مع شي حد وفرحان به وفرحان وكتحس براسك اليز كتعاود ليه كلشي كتعاود ليه الاسرار ما كتخليهش بحال هكاك ما عارف والو ايبا لي كونسيغ الا 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 حسوا بك عندك اسرار بزاف تاهم فيني فيني الوغ مشيو للكابريكورن اللي ماشي سانسير اللي ماشي اللي ما تيقولش الحقيقه اللي كيخبي ولا غير الكذبه بيضاء علاش غتكذبوا على دي بيتي ديتاي هو واش كيخاف ولا شنو لا ما تيبغيش اللي يكذب عليه بديك الطريقه اللي كذب عليه ماشي كنهضرش على الكذبات الكبار قدر يكون غير كذب عليك مثلا انت مشيتي عند صاحبتك وما بغيتيش تقولها ليه حيت عرفتي اللي قلتيها ليه ودستي عند امك وما قلتيهاش ليه غادي كيعرفها تيك وكيتخيل شي حوايج فيرسو ما يقدرش يدير فيك فاش ما يقدرش يديرش فيك الثقه يعني فاش الثقه كتفقد عند لو فيرسو حتى هو صافي سي فري سي فيني حتى هو بحالو بحال تقريبا الطوغو اما البواسون اييه الحوت سي سامبل مالو الا شك انك ما بقيتيش ما كتبغيهش يعني من الحب ما كانش الحب بيناتكم حيت بارفو كيكونوا دي كوبل كيقولوا الحب غيجي من بعد ولا غادي نحاولوا نديروا اليسي هو باغي يحب من الاول يقدر يقول لك جو تام نهار الاول الحوت داكوغ ولكن ما تخلعش الحوت هو هكا داير والله يعطينا شي حوت انا عمز